بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درسي أنا ودرسي أفراد مادة أدبك وحكوسة أبسانية هي عنوان كسيدة كمقتبة وحليا الأدب في الأندلس، أدبك عرباب منطقة أندلس ليالو أو مسلمين تو حكوميين مدة سديت بقولا قرني سديت بقولا صناعة يقولي بديرات أدب كاس مستد كام مسلمين تاع معربات أدب كحلي كاس هرمك أوسمي يا كواحد لو قال لي الحياة السياسية والاجتماعية والعقلية نرشة سياسات مدة قوانين مدة بلشان هذا واحد كتب أنه نرشة سياسات عصر العب أندلس وعلى المسلمين فتح المسلمون الأندلس على يد طارق بن زياد لولك أندلس لو يقانه وهذا وضمنا إسبين يا برتقال لولك يكون فرديان يا قيمة فرنسيس كمل لولك أصبح المسلمين حكومة جرين لولا يقاني أندلس وحي المسلمين فرتين على يد طارق بن زياد منك يا طارق بن زياد قعنتي زي كفرتين سنة 92 هجرية سنة مركو 19 إلا هجرية وظلوا يحكمونها أكثر من 8 قرون وحين حكوميين وحكبضاً سديد قرني حتى زال ملكهم إلا بقرطيون ويسوشي سنة 898 سنة كماركوها سديد بقر سياشي سديد وقد مر حكمهم بثلاثة عهود رئيسية مددها سديد بقرية اللحظة صناعة وحكومي المسلمين في أندلس حكم كوضوح وصامري صدع أهدئ وواويب لها الأول عهد غوره وحلي عهد الولاة من قبل الدولة الأموية وحلي كان عهد ولادة الولاة جمع والي والي حكومية أندلس وحلي جسوا مجا عبجر دمشق وعاصمة الدولة الأموية تاهدة عهد غوره وحلي كان مجا عهد الولاة من قبل الدولة الأموية في دمشق سجاشة الله مقبل وضع إلا بقول صدر إزديد الله يقول مجا عهد الولاة الأموية تريد علي عهد بقول صدر إلا بو هذا لا بقول صدق إزدير وحاس السعودي عادي أمويين تصارتوا معي تاعي عباسيين ثم إيسن جارين أندلس مدير اللحرة صناعة وحاسية حكومية ضدك أول أمويين توصل مع عابين أي زي حكومية لا أكيد عاد الأموي ومر لبعض ونكل هذا عبد الرحمن الداخل وأندلس قبصي عادي قاس وحال يا أهر يا عاد الولاد لي هذا وعهد حروب وتأسيس ملك جديد في البلاد وهو عهد الدجال يه إلا أساسه حكم عصب يه بقرطية عصب ودك لقى أساسه عهد قلبات وحل هذا عهد الأموي مر لبعض أيام أمويين تدبقوا صلابتين الذي أساسه عبد الرحمن الداخل أما عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك اللي يقال عبد الرحمن الداخل سقر قريش اللي يقانه أساء أيام وحو أسنب الأوضي بقول صدق يسديد إلا أفر بقول الله بي لباتن ومويين تاس أصيح فرح إساء أياسي حكومي وحلو قيبية عصر قاس لعهد الأموي اللي بقى يبوت عصر الإمارة المستقلة عصر وحاليا الإمارة المستقلة وظل 180 عاما وحونا سعودي يسديد بقول يسديد تنصره وعصر الخلافة عصر اللبات نوعي عصر الخلافة وظل 240 عاما وحونا الله بقولي أفر تنصره وكان العهد عادي لعهد الأموي ودي اللي سكنت قبطه عاد قوة ومناعة وازدهار وتطور وحيا عاد المسلمين تو أودي يشان أي سلالية حوج يشان هرمر فربنا أي جارين عاد يصدع عاد وحيا عاد ملوك الطوائف وعاد أندلس يقيم سنتي بقراء كل الدول وطوائفه وقرب إمام الحكومة يسوع كبر عمان يسوع أفر بقول الله يلا باتر هجرية إلا سديد بقول سياش سديد وفي انقسمت الدولة إلى دويلات دولتي أمويين وينير عزيز حكومة حكومة يسي وحيوقع يفسد دولة قوارضية يرير تتنازع ومرمية ويفني بعضها بعضا بركوت بركة أبابين يعني حتى نهار الحكم الإسلامي نهائيا إلا هو بربري حكم كإسلام قدام بينتي وأشهر تلك الدويلات دويلات كاز ملوك الطوائف لو يقعن كل وعن سنة وحكمة العامريون عامر نمك اليوم أو الجهوريون والموحدون والمرابطون وبالأحمر نقول يا الذين سقطت الدولة الإسلامية في عصرهم كواسو دولة الإسلام كواسو عصر قدي أي دعوة
النصر الأندلسي وحنقلنا مركا قيمت الدرسي وكوحي قيمت الدرسي قيمتي صلابات هذا أندلس داك غصوب عن النصر وحلو يقال أندلس ترارتا وحيابا أي عشر كقادنا هنا عشر كوحلي هذا ابن الشهيد في وصف بعوضة ننقل يا ابن الشهيد أو كان عاصف هنا سيو الناطس يو أود إلهي يو قدرة إلهي أوليه يا ابن آدم أود شيئا يا ضعيف نمره يتوريه يقول ابن الشهيد في وصف بعوضة وحول لي يا ابن الشهيد أصلا وصفين يا كنيعة البعوضة مليكة كنيعة وبقرة دير لا جيش لها سواها عيدا أنا أيضا هين مرها بقر وحلوية غير أو بقرة عيدا ليهن لا سأيضا أيضا عيدا سواها تحقيرها عين من يراها إيش أركتها ويليدا ويريستها تمشي إلى الملك بندبها وحي أصعطها أبوى حقها آداء بقر كنك بقر كالي آداء بندبها أي بجرحها سي أبوى وعضه وتضريب وحي قراعدا في بحبوحة داره قر جيسا دحبرتا جيسا أي بطبلها دربانك قراعتا كلمة بحبوحة وحالي هذا البحبوحة كلمة المكة يا الله ورغد العيش بليها وحالله استعمالا ما النعمة أيتها الله الله استعمالا وعليها رغد العيش وحليه يا مركا وحليه وبقرد وحي كقراعتها الدربان كيدا قولي البقر كتحلي زي كقراعتها عدو ديدي كرتنا إذا ماذا وارديين يوحوا برا وما ديدي كران تو ديه وين ابتا قفك بإقبالها سوقا بلده سوقا بشي كل ابتا وتعرفه وإصبرتا بإراقة الدمه ديكي سينا يدعي سيس كبرتا ما الله وحي لا بهاي ومن الشان العظيم شان وينا فتعجز كفه على عشي سأي عجز قلنيسا وترغم أنفه وصندلينيسا وتضرج خده دبل كيسا أي ديكو درويسا وتفري لحمه هلب كيسا يقوينيسا يو جلده مقار كيسا زمجرتها تسليمها عدك صوتك أي موحينيسو وصلانته ديوي ورمحها خردومها سنك دير أما تبضى دير إلا دارة وورنك ديوي تدلل صعبك وحي دلينيسا أو اللينيسا على ذيكاك إن كنت ذا قوة وعزم هذا يقف حب يقعان عليك صاحبه وتصفك دمك ديكاك ويدادينيسا وإن كنت ذا حلف حتى هذا يمد إسقاشان بوليسي قاشان بولو صاحبه وعسكر ضخم وعيد مولا وينا فربان له تنقذ العزائم قعان ذا ويجب الساء وهي منقوضة أيضا ومدبرتي وتعجز القوية أفكع حوق بلنا وعجز قلسا وهي بعوضة أيها كنعاء ليرينا الله سإلهي نوتسيه عجائب قدرته أودي صليابك بضن وضعفنا عن أضعف خليقته إيا أنك أدام بن آلنا هاي إنا كتاك درنا وكتب ريرا هاي خلق إلهي كوة وضعيفسا وكنعاية وحي لمنا أديبك وابن الشهيد بالي هذا هو أبو عامر أحمد ابن أبي مروان ابن الشهيد بليا وكاتب من قراءة وشاعر قبياء ولد في قردوبة سنة مركوة صدع بقل سديته الله أيها مجالة قردوبة كل شيء وعاش طفولة ناعمة مطرفة وحول كل نولا لليرى عرور المديسي برواقية النعماء كل نولا وتهيئت له أسباب العلم والثقافة وحان أدير قرمي أو هلي أسباب علمية ثقافة وكل لها وحين أصبح شابا مركوة نغضنين لليرى كان على اتصال ببعض الخلفاء الأندلسيين وحريق لي شيء خلفاء الأندلسيين تقار كاملة ويقال وحالي هذا إنه بلغ مرتبة الوزارة وحوكي قاري خلفاء أكتو درجة الوزارة أي وزير نمذا فكثر حساده ضدكي حاسدين تقوها بابطي حتى دخل السجن إلاه سجن قلي ولكن سرعان ما أفرج عنه حتى روحا دكتي إن سجني أكبحي أو لقصاري بسبب تقلبات السياسية isbedelada siyaasadeed oo hadba xukunka qolada heysa ee dhacayso qolo kale imaanaysa daraadeed waqad marida bil falij cudurka baaraleyska riyaado ayuu ku xanuunsaday fi aakhir hayatii noloshiisa gabagabadeedii watuufiya waxaa la oofsay am 425 hijriya sanadku markuu ahaa 425 hijriya annadbu macna ad-du'aa wa annadbu annadbu wa macnaahu annadbu macnaheedu ad-du'aa وعقول إلى أثر الجرح وهو أيضا
داوعة راتك وكتير وعليها وعلى معنى هذا اللي وجهه بحبوحة الداري وصدها قرية دحيز وتأتي وحي كنت ماذا بمعنى رغد العيش وسعته أي كنت ماذا تذلله تذله أي تقصره أي تهينه وإهانين سوى تبرج أي تلضخ بالدم التحليل والنقد هذا أني ما أنه يصف ابن الشهيد في هذا النص ابن الشهيد وقصي فينا يا نص كان بعوضة كناعه وبالغ في وصفها كان على صوص فينا وكحل ليرادي وكبد بديه معتمدا أصرع عسكرية على عنصر التفخيم عنصر كأه إلا وينيوه والتهويل لقد وحش دبرا ودبرا حتى لكأنه يصف حيوانا مفترسا وحاوما ليس إنه صفين حيوان مفترسا أو حقارسة أو غولا مرعبا أما غول لقبقه غولك هو حيوان على أركن أو تطوص لا أركن وإلماء يوحل وحب سجريه وعرفته أيوغا غول بالي هذا وحل طوص لا أركن معها مركب غول مرعبا وحكاد إذا حيوان أدو أغول بلا أو لقبلا أو إندبلا أو ملحيا بلا وحيانا صلين كرة لا تحققه سيدا ما هي نعروطة يا الوعب سكرية فهي في نظره ملكة عظيمة عظيمة شان ابن الشهيد سيدو أركو كان على وهو أركا إنه يتهي بقرد شان يجيد وين يهي وتكون جيشا بمفردها كل يجيد بعيدا سميستها مع احتقار الأحيون لها أيضا ينبوه أي لينيان وإيش أركتها أي رئيس ليسو ولعله يشير هنا قول الشاعر وعلى غيره إنه نوت المام يشاعر كقول جيسا ولا لا تحقرن صغيرا في مخاصمة هي رئيسان أهلين قفير هذا الضوء يمر عليك كده حيوه إن البعوضة كان يعلوها تدمي وحي ديجيسا مغلة الأسد لباح إشيسا أي ديك كنتا وهي كذلك فعلا سيد راجع أبهان واسلاوي إذ يجب الحذر منها وحواجب إن لم يدك تونالو وعدم الاستهانة بأمرها إن الله فضيلا أرن كذا يشان كذا إن الله فضيلا لأن الله تبالي بأي إنسان ما كان جعل قف كستو من آدنا ملكا كان أو غيره من كاس بقر هالنقض أما غير كهالنقض حيث تلحق بها ألوانا من الأذى أيضا قف كجارسين إذا نوعية نبأ لا يستطيع دفعها وسأولك إنه سكعريه أو الفكاك منها وكبحصه ويستمر ابن الشهيد وحصي وليا في سرد تلك الألوان إنه تحوه نوعية نبكة أو يددك جارسين إذا إلى أن يصل إلى وكجاره إلى الغرض الذي من أجله وصف البعوضة وجددي دراجد وكان على أسفينه ألا وهو تفكر في مخلوقات الله وجدد وكل وحوي مخلوقاتك إلهي ومي إنا كفكر أدعنه بن هذا النهاية ومعرفة عجائب قدرته إنا نقول صلى الله إلهي أودي صلى الله يابك بلن وبالمقابل إنت هادر وحكس ورجد إنا نقول الله معرفة هوان الإنسان لنمد بن آدنك وعجزي وضعفي يتاك درانتيسة أن أضعف تلك المخلوقات مخلوقات كاس كوي وضعيف صراع ومارتي كتاك درانتي وقد لجأ ابن الشهيد إلى الألفاظ الجزلة ابن الشهيد وحو مغان قال إنه استعماله ألفاظ وهوين والتراكيب القوية هي تراكيب الجمل حوق بضن التي تناسب تاسو كهبون مع تفخيم شأن البعوضة مركو وينين ايو كان يعلى شأن جيدة وتهويل أمرها أرنت إذا أكده يارين شدة بضن مما ساعده تاسو أوكال ميسي على إيصال فكرته فكرته سئنه قارسيه في أحسن صورة صورة قام كأبوه لا يسأل أسوه قارسيه كما استعان ابن الشهيد سوى قال نقل يا ابن الشهيد وحو كال ميسي ببعض الصور مقالبة قاركود الموحية كو وحيونية وحكو شيئية كتشبيه البعوضة بالملكة سيدا إنه كوشة باهي كان على بقرط وتشبيه صوتها بالزمجرة عدك إذا إنه كوشة باهي زمجرة أو صوتك الباحة وخردومها صنك إذا إنه كوشة باهي بالرمح ورن إضافة إلى أنه صاغ أسلوبه إنت وحن كوشي درينا إنه أسوه قادي أسلوب كيسا يهبكو وحكوه دي بعبارات قصيرة عبارات قاقابا التزم فيها الزجعة وأسكوها جبيه وحلو يقان الزجعة التزاما كاملا التزام يسكوا سجع الهرام براغل وصوم ريو وحالي هذا فالله فاسره كستا إن لقودهم يسكوا الحرفة سجع لي هذا ويسكوا واجبي من أولها إلى آخرها ناس كبيرو كيسا إلى آخر كيسا سداسو كسو دمي وحكوه يسعلي
طريقة الرياضة مصوب كلها سجعها هل مرنا كما وصبحن وقدم بنتي المناقشة سؤالك هو واحد يقول من هو ابن الشهيد يا هو ابن الشهيد اذكر ترجمته ترجمته سشاك بإيجاز سكوة من أشاك طلبات وحوي جاء ذكر البعوضة في القرآن الكريم كان على الشيطان كيلو قرآن كان لقو الشيطان اطل الآية آيات آخر وبين المراد من ذكر البعوضة فيها وعلى الشيطان مرادك كان على مكان الشيطان اللي قلنا إياه صدح ما مكبر مليكة كلمة مليكة وتصغير وي هدير وي محينا قريسا وماذا أفاد تصغيرها تصغير كيلو محوفة إلينيا أفر بما شبه ابن الشهيد البعوضة من قال ابن الشهيد محوك شبه كري على وبما شبه خرطومها صنك إلى محوك شبه وبما شبه صوتها عطك إلى محوك شبه نمبرشان صور ابن الشهيد وحو نصوري ألوانا من الأذى نوعية نبقى تلحقها البعوضة بالإنسان وكري على أي ابن آنك قارسيسو فما أهم تلك الأوان نوعية نبقى وحكشاوي سؤال لحاد ما الفن البديعي الغالب على نص ابن الشهيد فن العلم البديعة نص كان كغالب نغلوا كوي وهل تجده موحى إليسا عفويا أو متكلفا إنه أغيمت سدي بلعانا وسسكدون دونين مثل ما شقا يدبو كلاكل وسكدون دونين سؤال سكالات ما غرض ابن الشهيد ابن الشهيد وجيدنا وكله يمحيطه في وصف البعوضة مركو كان على صفين يوم سؤال التمنات هل تفرق البعوضة بين الناس كان عاود ضدك من كلا صارتها باعتبار مراسمهم مركا الله فيرشو حلالك ايه جوينك ايه هيان ضدك ايه وهو ايه جيسا سيها ضدك من كلا صارتها كويتون استعان ابن الشهيد بعض الصور ابن الشهيد وحو كالميست مقالبة قاركود ادخل اثنين منها الله وكا من الشيك سؤال الله يتناب وقدم بيسا وحوه ماذا يقصد الكاتب كاتبكم حو رجينا بقول هذا الكيسة وليه وضعفنا عن أضعف خليقته درسي ياسر انتاز النووي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.